بوكو يا الكريه. السلام عليكم، كيفكم؟ لو نتلقكم فيديو جديد من لعبة المارد الأزرق، واليوم عنا حلقة أسطورية. فقبل ما نبلش ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، وصلوا 100 لايك وعد رح نزلكم حلقة عن بدايتي باليوتيوب. اليوم بالمارد الأزرق رح نبحث عن درع اليوتيوب، ورح نبحث كمان عني، ما بتوقع رح يلاقيني، ورح نبحث عن بوكو لأنه هو أكره شخصية بلعبة براول ستار. رح نبلش نبحث أول شيء عن درع اليوتيوب. الشخصية مولودة في العراق؟ لا. هل الشخصية مسلم الديانة؟ لا. هل شخصية حقيقية؟ ما بعرف. نعم هو حقيقي. هل تحترف شخصية الغناء؟ لا والله. هل تحترف؟ هل تعيش في أمريكا؟ هي بتعيش بكل مكان تقريبا. هل تتكلم العربية؟ لا. هل تحترف شخصية التمثيل؟ هل شخصية بشرية من الحيوانات؟ مستحيل يقول شيء متعلق بالشخصية. هل من لا. هل شخصية من لحم ودم؟ لا. هل شخصية مفيدة ونافعة؟ لا. من الممكن. هل شخصية علاقة بالغناء؟ لا. هل شخصية مصنوعة من حديد؟ هل الدرع الأول ما من حديد هو بس نقول له نعم. قامت بقتل أحد؟ لا لا يا الحبيب، بده يعطينا كوبيرات ما بيعرف كيف. هل تعيش معك في نفس المنزل؟ لحد الآن لا. العلاقة بتدريس؟ لا. أصول فرنسية؟ شخصية من دولة الإمارات، مصنوعة من معدن، من الممكن أو نعم. طيب اسأل سؤال منطقي على الأقل، يمكن استغفر الله العظيم. شخصية علاقة بالرياضة؟ لا لا. شاركت بحروب؟ اسمها درع بس ما شاركت بحروب. لحظة، مصباح المارد؟ والله إنك غبي. لا. استمرار؟ نعم. إذا ما بتعرف رح تكون غبي. هل تقيم في دولتك؟ لا. رح أقول لا بس. هل شخصية من عالم كرتون؟ هل شخصية من أصول فرنسية؟ هلا قلنا له ما من أصول فرنسية. متعلقة هل تساعدك في حياتك؟ لا. حتى كم مرة اللي مصنوعة من معدن؟ استغفر الله. هل لون أصفر؟ من الممكن. هل عاشت شخصية قبل 2000 سنة؟ لا. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم، اسمه درع اليوتيوب. هل شخصية كثيرة الحركة؟ ايه كتير ما شاء الله، ان شاء الله طالعة. يعني ما بتكون غبي اذا ما درع اليوتيوب. اخيرا طالع بعد عناء طويل، خلينا ننتقل على الشخصية المستفزة. هلا رح نبلش نبحث عن بوكو المستفز. ما بعرف ليش ما بحب هاي الشخصية بس بعتبره هيك مستفز. هل شخصية انثى؟ لا. هل شخصية من العراق؟ لا. هل شخصية عربية؟ لا، مكسيكي هو. هل شخصية حقيقية؟ لا. هل شخصية من عالم الانمي الياباني؟ لا. هل تظهر شخصية على التلفزيون؟ لا. هل شخصية من الألعاب الإلكترونية؟ نعم. أسلحة نارية؟ هلا هو مقاتل بس ما بيستخدم أسلحة يعني بالجيتار هو. خود سيارة؟ لا. هل شخصية شعر رأس؟ والله ما بعرف بس بقول لا انه ما بنعرف. هل وصلت شخصية الفضاء؟ وات. هل شخصية عضلات مفتولة؟ لا ابدا. هل شخصية مصنوعة من المعدن؟ والله ما بعرف، بعتقد يمكن ما. هل شخصية اخ لحد هلا؟ لا. هل شخصية مقاتلة؟ نعم. هل شخصية في لعبة ببجي؟ لا ابدا. موجودة في لعبة براول ستار؟ اكيد هلا راح يعرفوا. قادر على الاختفاء؟ لا، مانو ليون. هل شخصية من الحيوانات؟ لا، مالو كرو. هل تضع قبعة على الرأس نعمة؟ لا. هل الشخصية عبارة عن مارد أو جني؟ لا، مانو جني. هل الشخصية علاقة بالمتفجرات؟ لا، مانو دايمون ومايك. التلج؟ لا، مالو ليو. هل تحترف الشخصية الموسيقى؟ نعم. وبوكو المستفز. لا لبوكو المستفز، والله بوكو حقود ما بعرف ليش. شوف رح أبحث عن حالي، ما بعرف إذا رح يلاقيني أنا يا حبيبي. شخصية متزوج؟ هل شخصية يوتيوبر؟ نعم. مشهورة؟ ما مشهورة أنا بس إنه ألعاب إلكترونية. هل شخصية من أصول مصرية؟ لا. هل مولودة في العراق؟ لا. هل تعيش في هل من أصول سعودية؟ هل يلعب ماينكرافت؟ نعم. شخصية تعيش في البحرين؟ لا. من أصول سورية؟ نعم. هل تملك سيارة؟ لا. هل شخصية تظهر لا لا لا. هل يطلق على الشخصية لقب الملك؟ لا لا. هل شخصية مشهورة بسبب لعبة ماينكرافت؟ من الممكن بس أنا ما مشهور فهم. هل شخصية لا يا حبيبي نقول له هل شخصية أنثى؟ بقول له لا، بيقول لي هل شخصية أمرأة. في شي بمخك؟ تلعب روبلوكس؟ من الممكن، أنا نزلت حلقة واحدة عن لعبة روبلوكس. تضع الشخصية نظارات؟ نعم. هل سبق الشخصية أنا عاشت في فرنسا؟ لا. هل تعيش في
يتابع حسابه أكثر من مليون لحد هلأ. لا الشخصية أخ. نعم أنا حطيت لا بالغلط. ارجع ارجع. نعم هل وصلت شخصية إلى 100 ألف؟ لا لحد هلأ. هل تعرف والديك؟ راح أقول لا، أنه كأنه أنا متابع. هل الشخصية أكثر من 1000 متابع؟ الحمد لله. هل تردد شخصية قبعة عادة؟ لا. أوكي مين؟ جيمنج ويز. أصلا استمرار استمرار بس. هل تتقن اللهجة السورية؟ نعم نعم. هل تعيش؟ قلنا لك لا يعيش بتركيا. لا. هل ترضى عن الظاهرات؟ نعم. في عمر العشرين؟ لا. هل من القرى السورية؟ نعم نعم. خليني اشوف هلا. بيقول لي عبد جو وات يوتيوبرز. هي انا واحترف. شكرا شكرا. بس مين بحث عني؟ والله ما بعرف. اوكي لهم بتكون خلصت حلقتنا اليوم. بتمنى بدكم ما تنسوا اللايك تشتركوا بالقناه. اذا ما كنتم مشتركين اكتبوا لي افكار الحلقات القادمه. والله ما توقعت انه راح يعرفني بس اوكي. شكرا للمشاهده ومع السلامه.